اوكي في هذا الفيديو غادي نهضر لكم الخوت على 20 ديال الطرق اللي تقدروا ديروا بها الفلوس. كنهضروا على مئات الدولارات الخوت في النهار من فايفر وواحد بلاتفورم جديد سميتو تشات جي بي تي اللي كيستعمل الارتيفيشال انتيليجنس ولا الذكاء الصناعي. راني ديجا هضرت عليه في واحد الفيديو واحد اخر الا بغيتوا تعرفوا الاساسيات ديالو راني شارحه تما. الو غادي نوريكم الخوت طرق ديال الخدمه فايفر اللي كيستعملوا هذا البلاتفورم هذا ديال تشات جي بي تي بلا فلوس، وغتقدروا تصوبوا هاد الجيكس هادو كاملين اللي غنهضر عليهم بزاف ديال الجيكس اللي كاينين فايفر بلا فلوس الخوت، ودخلوا منهم فلوس ديال بصح. راه بحال الفلوس تطيح من السما خاي. وهاد لي ميثود اللي غادي نشرح لكم الخوت راه ما يمكنش، ما تعطينيش الاعذار، ما تعطينيش لي زيكسكوز الخوت. راه ما كنضحكش ملي كنقول هادي تقدر تكون اسهل طريقه ديال كيفاش دير الفلوس بهاد الساعه، واحسن طريقه اللي ما فيهاش الكونكورنس، لانها يلاه باديه ماشي ما كاينش بزاف الناس كيستعملوها. وهاد الميثود اللي غادي نوريكم الخوت كيخدموا من اي بلاصه في العالم، ما تحتاجش اكسبيريونس، ما تحتاجش مهارات، ما تحتاج حتى شي كابيتال باش تبدا. ولا كنتي يلاه مبتدئ هادشي غادي يصلح لك بزاف، خاص يكون عندك غير واحد المهارات صغيره، بحال مثلا تكون كدب شويه في الانجليزيه. الا قلتي لي اخويا نو 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 ما عنديش الانجليزيه، وهذاك راه المشكل ديالك اخويا. شتي الا بغيتي تخدم اونلاين في الويب راه خاص تكون عندك الانجليزيه، هذه مساله بديهيه ما تحتاجش للشرح. بحال واحد الدري ديك النوبه قال لي ويا عدنان ما قلتي لياش بان خصني نحتاج الانجليزيه باش نخدم. برو راه كي غتهضر نتايا مع لي كليون تهضر معاهم باش هضر بالانجليزيه ماشي بالعربيه. ومن الاخر غادي نقولها، باش تخدم في الويب خاصك تعلم الانجليزيه، ما تعطينيش الاعذار، لقى الحل صح. شتي الا تبعتي معايا من الاول حتى الاخر في هذا الفيديو راه ما يمكنش ما تدخلش الفلوس في 2023. اعطيني ودينتك، جيب شي كويس داتاي ولا شي دكيكه القهوه، تفرج مع راسك وقيد نوطي. راه اللي كيسمع مزيان هو اللي غادي يدير الفلوس، اللي ما كيسمعش واللي تالف غير هنا ولهيه راه ما غادي يدير حتى شي لعبه. الوغ هذه غادي تكون لا ديفيرونس ما بين واحد الانسان اللي غادي يمشي بعيد ودير شي حاجه من راسو، وواحد اخر اللي غادي يبقى غير جالس تما فرك. الو اختار شنو باغي تكون انت. ولا بقيتو حتى الاخر الخوت غنعطيكم واحد البونص، غنعطيكم اكثر من 20 ديال لي ميثود ديال الخدمه الخوت فايف اب تشات جي بي تي. غير دخل واحد جوج كلمات في تشات جي بي تي هو غادي يعطيك الخدمه كامله مصوبه، انت ما كتصوبهاش اخويا، هو كيعطيك كلشي. واش سهل من هذا الشيء؟ كاين ما يمكنش شي ناس سيدي زيد على بركه الله. اوكي بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شنو هو تشات جي بي تي، هو واحد البلاتفورم اللي كيخدم بالارتيفيشال انتليجنس ولا الذكاء الاصطناعي. كتعطيه اي حاجه بحال اللي كتهضر مع روبو، كتقول له مثلا جينيري ليا واحد الكونترا دو ترافاي، كيجينيريها بالعربيه بالانجليزيه بالفرنسويه، كيسوبورتي بزاف ديال لي لون. الهربه داك الشيء فشكل. في هذا الفيديو غادي نوريك كيفاش غادي دير منه الفلوس. مثلا الا بغيتي تكري شي بلوغ ولا شي حاجه لشي كليون فايفر، جبتي الاوردر وكذا، هو كيكري لك اللعب كامل، وانت كتعطيه داك الخدمه اللي صوبها لتشات جي بي تي وكتعطيها للكليون. نتايا قدرتي لا تمارا لا تلعب، غير دخلتي جوج كلمات في داك تشات جي بي تي وعطاك الخدمه وطحنتي بابا داك الدولار اخي. التريكي كيداير؟ جبد ليا شي مغربي اللي بارطاجا معاكم هاد الشيء هذا الخوت. نقدر نقول لك انا اول واحد اللي غادي يعطيكم اللاصق ديال اللاصق، سكريت نوض وتخدم اخي، ما طالب منك لا ريال لا جوج. واحد جوج دريه اللي غادي ندخل من الادسنس هنايا الا واش معول عليها. خدم شويه دماغك الله يخليك، هاد الماتيريال هذا كامل، الشيء هذا كامل، الكرا ديال هاد الاستوديو هذا يكري فيلا في المغرب على اي حال. ولكن كاين اللي غادي يتحاسب معاك على داك جوج دريال الادسنس اللي كتجيك كل شهر، مي ماشي مشكل، كلها وكيفك. ما تقدرش تبليزي كلشي بطبيعه الحال، ما تقدرش تكونفيرتي كلشي واللي كيخمم بعقله مزيان، انت كتوريه كي كيدير الفلوس وهو كيتحاسب معاك على جوج دريال. اني واي اني هو كما كيقولوا. اوكي باش تدخل تشات جي بي تي غادي تمشي لهنايا لهاد الجوجل، وغادي تايبي تشات جي بي تي، غادي تبرك على هاد اليان بحال هكا، غادي تدخل لهنايا، غادي تبرك على تشاي تشات جي بي تي. فاش كتكون لوغدين كيعطيك هاد اللعيبات هادو، الا ما كنتيش لوغدين كيطلبوا منك باش انك تدخل الايميل ديالك، السميه ديالك، نمره التليفون وداك الشيء هذا. جاوني شي اسئله من قبل على خويا عدنان كاين واحد البروبليم، ما كيقبلوش بزاف ديال البلدان، ما كيقبلوش المغرب، خاص تكون عندك المراه اجنبيه وكذا، وهذا مشكل وما شرحتي لناش هاد الشيء. هاد الشيء الصراحه تيجيني انايا مؤلم وتيجيني كيجيب الحزن. علاش؟ لان بنادم ما تيخممش يلقى الحل، كيشوف غير المشكل وكيوقف. صافي تقدر تستعمل الفي بي ان وتقدر تستعمل نمره اجنبيه، راه كاين بزاف ديال لي سيرفيس برا كيعطيوك نماري اجنبيه وكيعطيوك داك الوان تايم باسورد، داك النمره اللي كتصيفط لك في الاس ام اس، كتخلص ما عرف واش 50 بي ولا 50 سنت اللي هي نص دولار على كل اس ام اس. كاينين بزاف ديال لي سيرفيس ما غنريكومونديش واحد، المهم دخلوا قلبوا لقاو الحل صاحبي. هادشي اللي غنقول لك دابا انا باش نصوب هاد السكريبت ديال هاد الفيديو هذا، عرفتي شحال من حاجه ريسيرشيت عليها ودرت داك الغوشيرش راسي انا باش نلقى ليك الحل، وانت تجي
تجي وتقول لي عدنان ما قدرش ندخل بسبب الوان تايم باسورد. الله يعطيكم الصحه الخوت. راه باش توليو انتربرينورز راه خاص لابد ولا بدا ولا بدا تحاول تسكيفي على المشاكل تلقى الحل. داك المشكل من هنا دير فف جاي من هنايا دير فف فهمتي هبط طلع. ما نطولوش الهضره، شويه ديال الموتيفاسيون شويه ديال تيبس قبل ما نبداو في الفيديو. اوكي اللي غتجي هذه الهضره خاويه ماشي مشكل، دوماج انه ما كيعرفش هذا هو الصح وهذا هو الفاونديشن، هذه هي ركيزه ولا الساس. شي الاخر كامل كيجي مع الوقت، اما الا ما عندكش ركيزه والساس غادي تطيح غادي تطيح. اوكي الجيج الاول شنو هو؟ الا مشينا لفايفر كتبنا بلوك ارتيكل غادي يخرجوا لك بزاف ديال الكونكورنس. كي اللي غيقول لي اخي عندنا انا بزاف ديال الكونكورنس صابني شي هبط لتحت بلوك ارتيكل ديال كذا فهمتي لقى الحل صح. هاد الناس هادو كاملين راهم تيبيعوا، اه كاين بزاف ديال الكونكورنس ولكن كاين بزاف ديال المبيعات. نتايا دخل لقى داك الثغره الكاع فين غادي تحشى عن طريق الكيوات وداك الشيء هذاك. راه شرحت لكم هادشي هذا في الفيديو الاخر ديال فايف. عطاونيش الاثار لين فريد جاتك شي اوردر والكليون ديالك قال لك بغيتك تصوب ليا شي ارتيكل على ميكين ماني اونلاين ويذ شوبيفاي ان 2022. اللي غايقول لي عندنا ترجم ليا هادي بالعربيه برو الله يعطيك الصحه. الا هادي ما فهمتيهاش بالانجليزيه ممكن خرج من هاد الفيديو هذا ما غاديش يصلح لك، لان الا كتفكر بهاد العقليه هادي راه ما عمرك ما دير الفلوس من الانترنت، ما تحلمش بيها. تقدر دير دولار ولا جوج اما باش تمشي بعيد راه امبوسيبل. قول لي شي واحد من لي انفلونسور كاملين اللي كيهضروا على الفلوس ولا على شوبيفاي ولا على اي حاجه ما كيعرفوش الانجليزيه، امبوسيبل. احنا قادين هذه المساله هذه الانجليزيه سير تعلمها، ما تجيش تبقى تشكي وتبكي عليا ما نعرفش الانجليزيه. ماشي مشكله ديال تعلم، نقول لك هذا الهضره صالح بالعاني كنقولها لك بهذا التون ديال الفويس باش تفيق. اوكي بلوك ارتيكل امشيو تشات جي بي تي وغادي نكتبو رايت مي ا بلوك اون ميكين ماني اونلاين ويذ شوبيفاي ان 2022. ها هو غيعطيك البلوك اخي الغزال بوم. الا بغيتيه يزيد اكسباند لك غادي تقول له اكسباند مو ولا غتقول له جيف مي مو ولا تقول له ميك ذيس لونجر وغادي يزيد يعطيك. غادي يعطيك الاوتلاين ديال داك البلوك هذاك. حتى انا قلت له رايت ا بلوك اوتلاين فور ميكين ماني اونلاين ويذ شوبيفاي 2022. ها هو عطاك الاوتلاين. غادي تدخل دابا هاد الاوتلاين هذا هنايا وغادي تقول له اكسباند اون ذيس اوتلاين ديفينيشن of Shopify and how it works. غادي يعطيك عرام ديال الواز ديال الكلمات على هاد الشيء هذا. عاوتاني دير نفس الشيء الاخر والاخر والاخر. ها انت كتبتي بلوك قد قد الصخ وفيه الكيواز اللي كيتهانكوا في الاس اي او وكلشي. برو راه هادشي راه امبوسيبل كلشي بلا فلوس. ودائما فين ما عطاكم شي حاجه قصيره كله give me more ولا expand on this ولا make it longer ولا شي حاجه بحال هكا. الخوت كاين اللي كيمشي غلط وكيقول لي هادشي راه غير بالانجليزيه. راه تقدر ديرو بالعربيه تقدر ديرو بالفرنساويه. كتب بالعربيه وتشوف، كتب بالفرنساويه وتشوف، راه ما كيخدم مش غير بالانجليزي. اوكي كاين بزاف ما نهضروا عليها الخوت فغنحاول نمشي بالزربه وانتم دخلوا وجربوا وتقاتلوا هذا ولا ديتاي كاملين بقاو تقلبوا عليهم بلايص واحد اخرين. انا كنعطيكم لي ميثود ما غاديش نعطيك الديتاي ديال اشهر ديال الخدمه. انت خصك دير شويه ديال ليفور. الكيك اللي موراها الخوت هو ويب سايت كونتنت رايتر. يعني كيجي شي واحد كيقول لك بغيتك تصوب ليا كونتينيو ديال السيت ديالي. انا غنقول له رايت مي ان اي لاشز شوبيفاي ستور اباوت اس بيج. يعني داك السيكسيون ديال اباوت اس بغينا شي تابع ليه. ها هو عطاها لك خاينه ديال داك الشيء. هو الكيك اللي موراها الخوت هو سوشيال ميديا مانجمنت بوست. يقدر يكون كومنت، يقدر يكون البوست كامل انت تكرييه، تقدر تكون غير الكابشن انت تكرييها. المهم انتم الخوت كما كتشوفوا الناس كيتخلصوا، كاينين ريفيوز. اللي غايقول لك كاينه المنافسه انت خصك تعمق باش ما تلقاش المنافسه اصح فهمتي. هذه راه النيش الكبيره انت غتهبط لتحت شويه. راني شرحت هذا الشيء هذا كامل في فيديوهات واحد اخرين ديال فايفر بلاشين ديالي. خص الانسان غير يدخل ويتعمق ويقلب وراه غادي يلقى ما يمكنش ما يلقاش. انا قلت له رايت مي ان انستغرام بوست فور شوبيفاي ويب سايت بيلدين ايجنسي. هو عطاني البوست كامل وعطاني حتى الهاشتاجز الخوت. بوم الكيك اللي موراه هو يوتيوب فيديو سكريبت رايتر. شي واحد اللي غادي يكتب الكونتينيو ديال الفيديو ديال يوتيوب. انتم كاين عرام ديال الكيكس الخوت وكل ما تعمقتوا كل ما غادي تلقاو كومبيتيشن اقل بطبيعه الحال والناس راهم خدامين وكيتخلصوا كما كتشوفوا الناس عندهم الريفيوز. قول ليش كونكورنس راه فاش بدا شي واحد في هاد الكيكس هادو ما كان عندهم حتى شي حاجه. انت دخل وقلب كيفاش تقدر تكبر الكيك ديالك، كيفاش تجيب الريفيوز، كيفاش تجيب لي كليون وداك الشيء هذاك. راه شرح هاد الشيء هذا كامل الخوت في لاشين ديالي في الفيديوهات ديال فايف وكاينين الناس واحد اخرين شارحين هاد الشيء هذا. راه شوف حاجه وحده نقول لكم راه اللي قلب واللي طبق وتعمق مزيان وتقاتل وكانت عنده استمرارية ما يمكنش ما ينجحش. هادشي كيطلب واحد شوية ديال الوقت والاستمرارية ماشي من النهار الأول. أوكي بغينا شي فيديو سكريبت. أنا قلت له رايت مي يوتيوب فيديو سكريبت أون بيجينر شوبيفاي ميستيكس. هو عطاني الفيديو سكريبت كامل. أنت
بوم عطاك كلشي. بغيتي تزيد اكسباندي قول له give me more mistakes شي حاجه بحالك. بغيتي السكريبت يكون طويل بزاف قول له عطيني الاوتلاين ديال داك السكريبت هذاك غادي يعطيك غير البوليت بوينت يعني النقط العريضه وانت ديك الساعات في كل نقطه عريضه غادي تقول له اكسباندي عليها كبرها وعطيني مثلا دي باراغراف على كل نقطه عريضه وغادي تمشي هكا. تقدر جينيري حتى فيديو فيه 20 و 30 دقيقه وكثر كاع. ما بغي حاول تكون كرياتيف مع هذا تشات جي بي تي راه مايمكنش غادي تشي في شكل الخوت. الجيج اللي مورا الخوت هو translation تقدر تكون English to French translation ولا English to Arabic ولا أي حاجة بحالها. دير جيكس مع راساتك انت هنا في Fiverr دير وحدة ديال الإنجليزية العربية وحدة الإنجليزية الفرنسوية وحدة من الإنجليزية الفيتنامية ولا ما عرف شنو وقول لخونا chat GPT يعطيك translation ولا ترجمة وصفتها لك اليوم وهانت يطحنتي باب هذاك الدولار. نقولوا ليه مثلا الخوت يديرنا translation ديال هادي من الإنجليزية الفرنش هانت غنقولو translate French. Antum, translate to French. Hello and welcome to Bonjour et bienvenue dans notre vidéo sur les erreurs débutantes à éviter lors de l'utilisation de Shopify. Antum al khasab. Aliman goul. Ba fa'at ma tqouli el munafasa. Sir nta el Fiverr w chouf mesela translate from English to w dir ga ntaya le langue dial el alam ga. W chouf li fiha el concurrence aqal w li fiha la demande w li fiha el orders reviews w dak chi hadak. Yani fiha demande. W dir service fiha. دير وحده في الانجليزيه دير وحده فرنسويه وحده في العربيه المهم لقى هذوك اللي فيهم لا دوموند طالع كلش الكونكورونس اصاحبي غير قلب غير خدم هذا فهمتي والله هادشي الخوت كنديرو غير باش نزرع فيكم النفس لان عرفتي الدماغ ديالي كي كيشوف دابا كيشوف عرام ديال الحوايج ديال كيفاش دير الفلوس ولكن دماغي كيختار غير داك الحاجه اللي كتجيب لي الفلوس النقيه ديال بصح وباقل جهد ممكن لان فاش كتولي متمكن من الدومين ديال كيفاش دير الفلوس وكذا راه لي زوبورتونيتي كيبانوا لك. ها 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 واحد كيجي كيقول لك اخويا راه ما قدرتش ما كنعرفش الانجليزيه ماشي حماق. المهم كندير لكم هذا الشيء غير باش انتي النفس النفس ونتخدم. اوكي الجيج اللي موراها الخوت هو رايتين شوبيفاي برودكت ديسكريبشن. بزاف ديال الناس عندهم شوبيفاي بزنس وباغيين برودكت ديسكريبشن ديال البرودكت ديالهم ماشي لابدا شوبيفاي تقدر تكون امازون ولا شي ويب سايت ديالهم ولا شي حاجه بحال هكا. وانتم كما كتشوفوا الناس خدامين الخوت انتم ريفيوز اوردرز بوم. انا جيت وقلت ليه رايت مي برودكت ديسكريبشن اوف ا بيرسونلايزد تامبلر هو عطاك كل شيء هو هذاك وكيعطيك حتى اللعبه ديال بيرسونلايزد كيقول لك but what really sets this tumblr apart is the personalization option يعني حتى داك الكريتير سبيسيفيه ديال بيرسونلايزد كيعطيك واحد الهضره عليه يعني شكل راه كيخمم بحال هيومن بين جامي صراحه شفت شي حاجه بحال هكا من قبل شفت دي سوفتوير وداكشي هذاك ولكن هذا راه فريمون ديتايي بزاف عنده واحد اللوجيك اللي في شكل اللي ما كما قلت لكم عمرني ما شفتو من قبل وبحال هاد الكيكز الخوت راه كيتباعوا مزيان لان باش الناس يستعملوا هاد الشيء هذا راه غادي يديروا الفلوس يعني سي ان انفستيسمون شي كيتلاح غير هكا وما عندهمش مشكل انفستيو في شي حاجه بحال هكا سورتو الكوبي رايتين لان كل ما كان الكوبي رايتين مزيان كل ما غتقدر تكونفيرتي مزيان كل ما غادي تقدر تجيب الفلوس مزيان السطور ديالك وهادشي هذا تقدر ديرو كما قلت لكم امازون بزاف ديال الحوايج تقدر دير الكوبي رايتين للويب سايت تقدر دير الكوبي رايتين ديال بزاف الحوايج واحد اخر. نيكست جيجا الخوت هو بوك جوست رايتين. بزاف ديال الناس كيصوبوا البوك ديالهم كتاب ديالهم ولكن ماشي هما اللي كاتبينه كيجي واحد الجوست رايتر واحد اخر اللي يبانش شبح كاتب شبح ممكن هكا كتقولوها بالعربية ما عرفت واش هكا ولا لا ما تضحكوش عليا المهم كتبوا لي في الكومنتس هو اللي كيكتب كل شيء وكيجي واحد لوتر هو اللي كيدير السميه ديالو في البوك اللي راه هو اللي كتبه ولكن ماشي هو اللي كتب الوغ انت كتكون هو داك الجوست رايتر اللي كيكتب داك البوك هذاك تكون كتعرف واحد شويه ديال الانجليزيه وبالاستعانه من تشات جي بي تي غادي تقدر اخي الغزال تصوب شي بوك تنتهي وتبيعو لداك الشخص اللي شراه من عندك من فايفر ولا شي بلاتفورم واحد اخر. انا قلت ليه رايت مي ان اوتلاين اوف ا بوك اباوت ا مان هو وينت فروم بين بور تو ريتش هو عطاني الاوتلاين دابا شنو غنقدر ندير نقول له اكسباند on هاد الاليمنت هذا ديال الاوتلاين انتروداكشن والارلي لايف داكشي هذاك هو غادي يبدا اكسباند ديالك يكبر لك في داكشي هذاك وزيد عاوتاني ديتاي 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 حتى تكبر في داك البوك هذاك ويولي الحجم ديال البوك من ناحيه الكلام ولا عدد الكلمات. المهم غير كون كرياتيف راه ما يمكنش اخي الغزال ما تصوبش هادشي هذا كامل اللي كنهضر لك عليه. الكيك اللي موراها الخوت هو بويتري رايتين الكتابه ديال الشعر انتم كاين غير 720 ديال الكيكس ماشي بزاف. انا قلت ليه كتب ليا بويم اون بوزيتيفيتي اولويز وينز او كتب ليا بويم نقدر نقول له اكسباند مور ولا
make it longer، شي حاجة بحال هكا غادي يعطيني نفس البويم ولكن طويل. أرى في شكل القدرة ديال هاد تشات جي بي تي باش أنه يكون فليكسيبل معاك كيف ما بغيتي راه خارقة للعادة الخوت. الجيج اللي موراه بيزنس بلان رايتين، كما قلت لكم كاين بزاف ديال لي ريزولتا ولا ديال الكونكورونس، ولكن إلا زدتي تعمقتي واحد شوية غادي تلقى واحد سب نيش، نيش تحتانية ماشي الفوقانيه، نيش تحتانيه اللي فيها دي ريزولتا اقل. كون كرياتيف. انا كتبت ليه write a business plan for a new blockchain business، او عطاني الاكزيكتيف سامري، عطاني الماركت اناليسيس، عطاني الماركتينغ اند سيلز ستراتيجي، عطاني كل شيء. وتقدر تقول له زيد اكسباندي على هذا الشيء هذا، دير زيد واحد اخرين، وانت هي لصق وزيد من هنا وهنا، بوم ها انت صاوبتي بيزنس بلان وها انت عطيتيه للكلاينت اخر. الجيج اللي موراه هو ارتكل سبينين. نو ارتكل سبينين هو كتجيب واحد بلوك بوست مثلا وكتبدل له الكلمات ديال ولا الكتابة ديالو ولكن كيبقى نفس المعنى، يسميوه عاوتاني article rewriting. هاد البلوغرز بزاف كيستعملوه، يقدروا شي وحدين كيجيبوا بلوغ مثلا يبدلوه واحد شوية وكيرجعوه يوتيوب فيديو. الوغ تقدر دير انت هاد السيرفيس هادا الخوت. كما كتشوفوا فايفر كاين غير 89 ديال لي سيرفيس. قول اخاي ودير الفلوس مع راسك، شكون اللي كيبارطاجي معاكم هادشي؟ ولكن كذاب انايا، انا كذاب، انا كنهز يدي كتاب وكنصب على عباد الله حيت كنوريهم هاد لي زوبورتونيتي هاد. ما عليناش خول اخي، الله يسهل الامور. انا قلت ليه ري رايت هاد اللعيبه هادي، هو عطاني الجواب ديالها هنا بوم في البلاصه. قول له غير ري رايت وبيستي داك الطرف ديال البلوغ اللي باغي ري رايتي ولا البلوغ كامل، هو غادي يعطيك كل شيء مبدل ولكن نفس المعنى. الجيج اللي موراها الخوت هو سيلز بيج كوبي رايتر، شي داك كاع لي ويب سايت اللي كتشوفو داكشي هذاك راه الكتابه ديالهم مصوبه باش انها تقنعك باش انك تشري، ولا زدتي تعمقتي غادي تلقى دي زوبورتونيتي اخرى. انا دابا كنوريك لي ميثود ديال هادشي كيفاش كيتصاوب. انا قلت ليه ايدا مودو كولد ايميل اوتريتش سوفتوير، ينفرض جا عندك شي واحد قال لك انا عندي واحد الويب سايت ديال الكولد ايميل اوتريتش سوفتوير وبغيت نصوب ليه الكوبي رايتين ديالو باش نقنع الناس يشريو السوفتوير ديالي. كاين بزاف ديال لي ميثود، كاين بزاف ديال الفريم وركس كما كيقولوا ليهم. واحد من الفريم وركس هو ايدا اللي هي اتنشن انترست ديزاير اند اكشن. دابا استعمل تشات جي بي تي باش دير ترانسليشن لهادشي اللي كنقول لك الا ما فهمتيش. تينو تعلم الانجليزيه اخاي، لان الا ما كتعرفش هادشي هذا كيفاش غادي تخيمكنش، راه غير شويه بشويه بحال اللي تعلمتي كيفاش تخدم التليفون غادي تقدر تعلم الانجليزيه. تكون غير رغبه واستمراريه، تكون فيك النفس وباغي دير الفلوس وباغي تسوفي راسك وعائلتك، راه مايمكنش ما تتعلمش. لان باش وصلتي للباك خاصك لازم تدوز من التحضير، وباش وصلتي للماستر وصلتي للدكتوراه خاصك لازم تدوز من الباك اي ان سي دو سويت، ماشي القرايه تقول لا بدا دوز من داك الشيء هذاك، ولكن باش تعلم الانجليزيه ولا تعلم كيفاش دير الفلوس من الانترنت تقول لا باغيها دابا في ظرف 15 دقيقه تم دمارك صح. ولا بغيتو اكسباندي عليها غادي نقول له ميك ذيس لونغر، ها هي اتنشن ار يو تايدل را هو كبرها اخي. المهم غير تبعوا هاد التيبس هادو هاد لي زاستوس اللي كنقول لكم كيفاش تكبر اللعيبه كيفاش تعمق فيها مزيان الى غير ذلك، راه ساهل. هذا هو تشات جي بي تي، بون مازال فيه بزاف ديال الحوايج مي هادشي اللي غتحتاج باش تبدا تخدم. الجيج اللي موراه هو كونتنت سامرايزين، كيجي شي واحد كيقول لك بغيتك تعطيني ملخص ديال واحد الحاجه طويله مثلا، ها هو كاين غير 54 ديال الجيكس اخي. بارافريزين وسامرايزين كونتنت، انت اخي راه كلشي حداكم 54 ديال الناس، ويجي واحد يقول لك المنافسه وبقى يبكي مع راسك تما غير الركنه هاي دبر راسك مع الحيط. برو خدم دماغ، دماغ خصو يخدم، خرج من منطقة الراحة، خرج من داك البوكس، داك القوقعة، داك الصندوق اللي نتايا فيه، راه غير الكارتون فهمتيني، عطي باباه بكروشيه وخرج منه فهمتيني. نبقاو نهضروا معاكم بحال هكا باش تفيقوا، راه غير مصلحتكم الخوت والله العظيم بالله. بصاف كان قال لي هاد الهضره شي واحد شحال هادي، هادشي كامل تعلمته راسي. ما كنتيش كتلقى لي رشدك، كان خصك تقرا كتبات تفرج فيديوهات تبقى تعيق بالحوايج غير بالعقل بوحدك شويه بشويه، كتصنت لهذا والاخر 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 حتى كتولي تشوف شي حوايج اللي في شكل وكيبدلوا لك المونطاليتي ديالك. دابا كنجي كنقول لك دير هادي دير هادي دير هادي فهمتيني، التوجيه ساهله ماهله توجه الله يسهل. انت قلت له يسامرايزي هاد اللعيبه هادي، هو عطاني السامري ديالها شي من هادي لهادي كامل. الجيج اللي موراها الخوت هو بريس ريليس، شي شركه كتجي كدير مثلا بريس ريليس اللي هو واحد الارتيكل اللي كيتحط مثلا في شي جورنال ولا ماغازين ولا شي حاجه بحال هكا. انت قلت لي عطيني بريس ريليس اون ا نيو كولد ايميل اوتريتش سوفتوير، هو كيعطيك التمبليت كامل اخي. الجيج اللي موراها هو ليجل دوكيمنت رايتين، انا ماشي محامي بطبيعه الحال وهذا ماشي ليجل ادفايس، ولكن كنقول لكم هادشي كيفاش كيتصوب. مثلا إلا قلتي تشات جي بي تي بغيتي تصوب شي كونتراكت ديال الامبلويمنت ولا كونترا دو ترافاي شي حاجه بحال هكا، ها هو تيعطيها لك اخي رايت مي ان امبلويمنت كونتراكت، ها هو عطاك كاع داكشي تيرمز اوف امبلويمنت كومبنسيشن اند بينيفيتس. انت خاصك تدخل غير داك الحوايج اللي كيتبدلوا بحال مثلا لي زور دو ترافاي، بحال مثلا
شنو هما البينيفيتس ديال داك الخدمه هذيك، شنو كيعطيو زايده الى غير ذلك. وداك المعلومات كاملين غادي تجيبهم من عند الكليون اللي طلب منك انك تصوب داك الشيء هذا. وهذا الشيء ماشي لابد يتصاوب فايفا، يقدر يتصاوب في خمسات، يقدر يتصاوب في ابورك، بزاف ديال لي بلاتفورم وحده اخرين الخوت. غير بنادم كما قلت لكم يخدم دماغ. الكيك لي موراه هو اي بوك رايتينغ، تقدر تصوب الاي بوك اخر كما قلت لكم. ديما ملي كتكون شي حاجه طويله من الاحسن تبداو بالاوتلاين. هنا قلت ليه رايت مي ان اي بوك اوتلاين اباوت ذا باور اوف يس، هو عطاك الاوتلاين. دابا غادي تقدر تعطيه وحده بوحده، وغادي تقدر تكبرها وتكبرها على حساب شحال انت بغيتي من كلمه، فهمتي؟ وحسب داك الكلمات هذوك اللي جاوك في داك ليليمون الاول والثاني والثالث الى غير ذلك، حتى كمل داك الاي بوك هذاك وعطيه للكليون. خاي كور وعطي تبوا في الكومنتس. هادشي اللي كنعطيكم الخوص راه ما يمكنش ما ديرش الفلوس، خاصك غير تخدم. او واحد الكيك واحد اخر، ليريكس رايتين 1224 ديال لي ريزولطا ماشي بزاف. انت قلت له عطيني ليريكس ديال ذا جوي اوف لايف، هو عطاني الفيرس الاولى، الكورس، الفيرس الثانيه، الكورس والبريدج والكورس عاوتاني، ايزي بيزي ليمون سكويزي. الكيك اللي موراه هو بزنس نيم جينيريتر. بزاف ديال الشركات كيكونوا يلاه بادين باغيين شي سميه اللي تكون اتراكتيف، اتيرون، عاطيه للعين. كيجيو الفايفر كيطلبوا شي واحد اكسبير في هذا الشيء هذا، عطيهم شي سميه زوينه. انا ما اكسبير ما تلعب، قلت ليه عطيني بزنس نيم فور اكلامرس هاي اند اي لاشز شوبيفاي ستور، او اخي عطاني خمسه ديال نيمز. قلت ليه زيدني، ها هو زادني عاوتاني، زيد عربيه، زيد حليبه، زيد الماء، زيد الدقيق كما تيقولوا. انتم الخوت كلشي بلا فلوس، بو 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 جوج كلمات بك على سوري طق طق طق، وها انت كلشي تصاوب لي. كاين عاوتاني الكيك ديال جينيريتين ا بزنس سلوغان، داك الشعار ديال البزنس. هذا مثلا ماكدونالدز شنو الشعار ديالو؟ هو ام لافين ات. انا قلت له جينيري ليا سلوغان فور جلامرس هاي اند اي لاشز شوبيفاي ستور. قال لي اليفيت يور جيز with our luxurious lashes, add some glam to your lashes with us. حوايج بحال هكا، طلب منه يعطيك حتى تطلع شي وحدين زوينين وصيفطهم للكلاينت، بوم دان. وباي ذا واي الخوت ما فيهاش بزاف ديال لي ريزولتا، 916 قوليش المنافسه، خصك غير تقلب كيما قلبت انايا ولقيت. الكيك اللي موراه هو اساي رايتر. كاين شي وحدين معكازين كيبغيو يمشيو يخرجوا ويعطيو شي واحد يصوب لهم لي زيساي ديالهم وداك الشيء هذا. كيجيو الفايفر كيقول لهم عطيني مثلا اساي على شي موضوع، كيجي هذا السيد هذا الاكسبير في ذاك الموضوع هذاك ولا في اي موضوع كيصوب لهم الاساي كيتخلص مع راسو. انت غادي تكون داك الشخص اللي كيصوب الاساي وكيتخلص، واخا ما كتعرفش تصوب الاساي بزاف غادي تعطي غير تشات جي بي تي هو يقاد لك المسائل. انا قلت ليه write me an essay on the role of entrepreneurs in the UK economy in 2022. هو بدا يعطيني داك الشيء هذاك، قاد لي المسائل. ولكن الا بغيتي الاساي يكون طويل قول له يعطيك الاوتلاين وعاوتاني اكسباندي على كل اليمون في داك الاوتلاين هذاك، وهانت صوبتي اساي ناضي طويل مقاد عن طريق تشات جي بي تي اخي الغزال، بدون اي معاناه، بدون اي حاجه، سهله مهله اللي كطيح عليك من السما، رزق ديالك هذاك، رزق اخي. الكيك اللي موراها اخي هو ايميل ماركتين تمبليت. بزاف ديال الشركات ولي زونتربرونور باغيين شي واحد اللي يصوب لهم الايميلز ديالهم، تيجيو الفايفا وكيطلبوا الناس يصوبوا ليهم الايميلز. بطبيعه الحال غيخلصوا على هذا السيرفيس هذا، علاش؟ لان الا كانوا الايميلز مزيانين غادي تكون الكونفرجن طالعه وغادي يديروا الفلوس اكثر. انا قلت ليه عطيني ايميل ماركتينغ تمبليت فور جوجل ادز ايجنسي، او عطاني ايميل بالسوجي ديالها، سبجكت لاين ديالها، بكل شيء. وانا غنعطيكم واحد البونس بحال اللي وعدتكم، بهادو راه 20 لي ميثود، هادي 21، هذا هو البونس. كتقدر اخاي دير كيك ديال الايميل سبجكت لاينز، شحال فيه؟ فيه غير 1481 ديال لي سيرفيس، ماشي بزاف. الا عرفتي تيرانكي راك غادي تطلع للفوق اخاي. انت كتشوف الناس عندهم الريفيوز، حتى اللي بلا ريفيو هو طالع في الاول. روح خصك غير تعرف كيفاش تيرانكي اخاي الغزال، راني شرح كل شيء في لاشين ديالي. دخل قلب، كاين ناس واحد اخرين هادرين على هذا الشيء هذا في يوتيوب حتى هما، دخل قلب طبق ان شاء الله ما يكون غير الخير. خصك غير دير النيه بحال اللي قال لك كركراكي، خدم على راسك وتكون عندك الاستمراريه ما يمكنش ما تنجحش. انت قلت لي give me 10 email marketing subject lines for a Google Ads agency، هو عطاني 10. الا بغيت مور غادي نقول له give me more وغادي يعطيني اكثر. خوت بعد هذا الفيديو هذا، الا ما مشيتوش للفايفا وما درتوش الفلوس غادي نقول لكم باز، ولا قال لي شي واحد هذا الشيء راه فيه المنافسه ولا هذا. ها انت مشيت للسالة ديتيلز، هبط لتحت. المغرب كاين غير 12 ديال الناس، دابا المغرب كامل 40 مليون ناس، ما كاين غير 12 ديال الناس داخلين في هذا النيش هذه، وتجي وتقول لي المنافسه اه مهمت. كامون اصاحبي، شي الا مشينا لهاد الكيكز هادو كاملين درتو هاد اللعيبه ديال سالة ديتاز، ما غتلقاوش بزاف ديال المغاربه داخلين. علاش ما نكونوش حنا هما البنغلاديشيين والهنود اللي كتقولوا المنافسه المنافسه؟ حتى انت دخل اخويا وتقاتل مع المنافسه. كون ركراكي ظن بان المنافسه غادي تقتلو ما غاديش يمشي كاع للوورلد كاب، هو غادي يقول صافي انا انهزمت من النهار الاول. كاين شنو دار هو؟ لا، وقف لهم في الحلق، وقف في الحلق لمن بلجيكا، هو
كرواتيا في الاول تعادلوا معاهم لي فيناليست ديال كاس العالم ديال 2018، ربحوا بلجيكا، ربحوا كندا، ربحوا اسبانيا وربحوا البرتغال. واش كنتو كتظنوا هذا الشيء غادي يوقع؟ قتلوا العقليات اصاحبي، غنبقى كان هادشي كامل غير للتحفيز لوجه الله. بانوت تخدم على راسك حان باب هذاك الطوله. بالنسبه للناس اللي محتاجين كونت ديال ماتش با امازون ولا كيعرفوا شي واحد اللي محتاجو، راه كنبيعوا لي كونت ويوصلوكم في ظرف 24 ساعه ان شاء الله. تقدروا تشريو الكونت ديريكت من السيت ديالنا اللي غنخلي لكم تحت في الديسكريبشن، ولا كاين طرق اخرى ديال الدفع. اتصلوا بينا ان شاء الله وقولوا لنا الطريقه المفضله ديالكم ديال الدفع ونقول لكم شنو ديروا. وبالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا ماتش با امازون من احتل زد، راه عندنا لي فورماسيون ديال ماتش با امازون، غنخلي لكم لين تحت ان شاء الله. واللي بغى هديه ديال 200 نيشات خدامين مزيان، غنخلي لكم لين تحت. واللي ما عندوش الوقت باش يقلب على النيشات ولا ما كيعرفش كيفاش يقلب، راه عندنا سيرفيس ديال النيشات، غنخلي لكم لين حتى هو لتحت. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ديروا واحد اللايك، اشتركوا في القناه، ضغطوا على ذاك الجرس باش يوصلكم الفيديوهات كيف ما نطلعهم، خليوا لي تعاليق ولا اسئله تحت في الكومنتس، بارطاجيو مع خوتكم باش كلشي يستافد، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.